اهلا وسهلا، كديري لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. البنات اليوم غادي نشارك معاكم نهاري من الصباح حتى العشيه. الجو ما هو ديال الشتاء، ما هو الشمس، مره كتصفى الحال، مره كتنقص شويه الشمس، الشتاء. نعم، هنايا نشارك معاكم نهاري. غنمشي لقنيطره، غنمشي للمرصة ديال الحوت، غادي مع الوالدة والوالد. غنشارك معاكم نهاري مع عائلتي، ما معايا حتى شي واحد، وغادي نتغدى وغادي نمشي على هنايا نمنوسات، غادي بيوم الوالد لولد اختي، غادي نمشي للخبازة ملي كنتغدى معاه. المهم غادي نشارك معاكم نهاري كامل، فين كنمشي، فين غنفطر، صافي حتى الليل. وملي غنرجع للدار غنشارك معاكم شنو اللي غادي ناخد، شنو اللي شريت في المواعن، المهم اي حاجه، اي حاجه درتها غادي نشارك معاكم. البنات شوفوا هاد العلامه هادي اللي كتبان هنا، كيدخلوا الزوار، كيمشيو يدخلوا الناس يتسالاو تما، يطلعوا الواد، زوينه الدنيا تما. هنا وصلنا للمرسى، المهم هادي الطريق ديال اللي كنشوفها للمرسى. وبالنسبة لهاد البلاصة اللي كتبان لكم زرقاء، هنا فين كياكلو الناس الحوت، هنا كاين السوق ديال الحوت، اللي كيبغي يتخدى من الداخل ديال السوق، واللي بغى ياكل كياكل تما، كاين السواية، كاين المهم الماكلة اللي بغى يتغدى. دابا راه مسادين حيت رمضان، ومن غير رمضان تيكون حالين، تيكون الجو زوين تما، فيها الناس ياكلو السواية وداكشي. هنا وصلنا المرسى لقيناها والو، الحوت عيان، الحوت عنده أسبوع صافي. الناس يقولكو هادو البيع والشرايا، أجي واجي وتاخدو، هو الحوت زوين. قلتلي سير ضحكو على شي حد آخر، أنا عارف الحوت زوين والخايب. قلتلي الحوت عنده، قالك يلا طالع. قلتلو الفلايك يلا داخلين البحر، بيومين وطلعوك حتى الحوت. قلت لي الفلايك راه يخرجوا على يومين اخرى. قال لي انت باينه، قال لي بنت السوق. كتعرفي في السوق ديال الحوت؟ قلت لي من اول مره غنجي، راه اعوام واعوام كنتخدع من هنايا. قلت لي الحوت عندكم عيان؟ وقال لي تنسلكوا بعد شويه وصافي، تاخذوا تيدخلوا الفلايك صافي. هنا لقينا دوك الفلايك الصغيرين ما خارجينش، والفلايك الكبار على يومين عاد يخرجوا، بحال غدا بالليل هكا، ولا 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 بالغدا في الصباح عاد يخرجوا الفلايك. شوفوا البنات هاد المشيشه، انا غادي يتابعني ميو ميو، وما هزه حتى حاجه، لا حوت لا والو، غادي يتابعني وصافي صافي. هنايا والو، ما كاين ما يدار، زعما قلنا نتقدو فيا الحوت وهذا صافي. مشينا دنا مشينا الخبازات، مشينا لعند مول الماعن، الماعن الماعن، زدنا المرصة ديال الحوت ديال السرديل، زدنا قلت لكم المرصة ديال الحوت ديال السرديل وكابيلة، ولكن ما كيخلوش الناس يدخلوا، ما صورتش لداخل ديال حيت المرصة ديال السرديل بوحدها بعيدة شوية على هاديك ديال الحوت البيض. صافي لقينا غير السرديل، خدا الوالد على شوية ديال السرديل باش نديو لا معنا الاختي صافي، ومشينا. انا ما تخديتش الحوت، هنا مشينا صافي، اختي راه خليناها كدير الفطور، ومشينا هنايا كنساروا شويه وناخذ داكشي اللي خاصني ونشارك معكم هكا. شنو كاين هنا هاد المحل البنات اللي مشى قنيطره وما دخلش ليه، عرفتي فيه داكشي غزال والاثمنة عندو زوينة. شوف هاد القرعات شحال تيحمقو صغيورين هاكا، دير فيهم العسيلة، دير فيهم هادو خمسة دراهم، هادشي كلو هنايا خمسة دراهم، يعني عندو غير داكشي ديال خمسة دراهم وواعر، عاد عندو داكشي تبارك الله ديال الفلوس. ديال الفلوس عندو هادشي المحطوط في الطبلات كلشي خمسة دراهم، وهاكاين هاد الطبلة عاوتاني داير فيها ميتين وستين. بعد داكشي اللي معلق، المهم تبارك الله اللي بغات تقدا الماعن تمشي لهنايا، والله العظيم لا كلشي عندو، كاين شنو تختاري، كاين
كاين داك الشي زوين عندو عرفتي. انا بعدا ضروري نمشي قنيطرة نتبع عندو دورو كنلقى عندو داك الشي اللي بغيت. هنا اي حاجة تلقاوها عندو، اي حاجة. شوفو هادشي الذهبي، هادشي ديال البلاستيك عندو واعر 10 دراهم، 160. ايوا عاود كاين هادشي المليح. عجبني هاد البلاطو وما لقيتش في الدوغي. بغيت انا في الدوغي ما لقيتش. المهم داكشي كيحمق قريعات البلاطويات، يعني كتلقاو عندو هاد السيد كتلقاو عندو داكشي ديال المناسبات وداكشي ديال الاستعمال اليومي، طناجر، فورنويات، كلشي كيبيع. داكشي ديال الضيافة، بلاطويات، دوك الطوال ديال الشوا وديال المناسبات هما عندو، يعني كلشي عندو تبارك الله ما شاء الله عليه. معمر المحل الله يزيدو من فضل سيدي ربي، معمر المحل خير. كاين هنا هاد المعلقة ديال سيرفيس ديال الطبلة، كاين شوف المقياسات شحال زوينة كتلصقو في التلاجة. صافي كاين هادشي عاوتاني معلات الطباسات اللي بغا طباسات البيضين الخيط عندو راه طباسل طوال. غنشوف معقلتو صورتهم ليكم، انا مهم لما صورتهم دابا راه غيكونو في الاخر ديال الفيديو. البنات انا راه كيحمق لي ما عندي القنيطرة، راه ما دخلي غير المحل واحد تقدي منو داكشي اللي خاصك وتخرجي. ديكورات كلشي هادو هالطوال هما اللي عاجبوني، راه ناخذ منهم ان شاء الله. لقيت عندو غير 3 دايرين 40 درهم الواحد. شوفوا البنات شكون اللي كيحماق على هادشي ديال دي جداواتنا. كنعقل على جدة مسكينة كان عندها بحال هاد البريق البيض كانت تديرنا فيه حليبة، عرفتي والله العظيم عجبوني وبقيت كنصور فيهم. المنظر ديالهم غزال. كاين هاد الليفات تما غناخد منهم، ناخد دايرين 10 دراهم للوحدة. خديت غير 4 الصراحة، وغادي نقول لختي نعيط لختي وتزيدني منهم، أولا لا مشيت مرة أخرى نجيب منهم إن شاء الله يا ربي. خديت 4 وكان عليا ناخد 6 هاكا زوينين، الشباكية، الزيتون، التمر، أي حاجة كتحطيو. وخلاص أنا راكم عارفين عندي الطبيلة ديال هاد اللوين، يعني هادشي كنكمل به الطبلة. باقا عندي خصني غير السوبيرة ديال الحرير، عندي زايد في الستار كنلعب على السوبيرة بوحدها ملقيتهاش. إيوا صافي كنقلب عليها حتى نلقاها إن شاء الله. هنا طبيشلات في اللون الأسود غزالين، 15 درهم. هاد البلاطويات داير ليهم هما 900 دريال، 45 درهم. كتحط فيهم مثل الحلويات. وما عندنا حنا في شارع التوب خديتهم غير ب40 درهم. اللونين عندي جوج لون خديتهم ب50 درهم، والتاني لقيتهم داير لي مع 40 درهم. هنايا داير ليهم 45 درهم. صافي البنات تندور نعاود ندور، ما شبعتش وما ساليتوش بالدوران. دار كبير المحل، كل جهة مخصصة الحاجة، البلاستيك، الطبيصلات. هنا يدير عاوتاني 12، هنا داير داكشي ديال المناسبات. هنا 12 البرمان داكشي الكبير، يعني كل قنت كاين ستيك في قنت. انها طبعت الزبير داير 15 الواحد، 75
75 75 زويون حتى هما، ما خديتش منهم الصراحة، بقاو فيا حيت عندي انا وحدة بحال هكا كوما في البيض صافي، ما بغيت ما بغيتش نقوي عليا، ولكن صراحة بقاو فيا والله الا بقاو فيا. رجعته رخيصو، مازال ناخذهم بجوج، ناخد هذيك الغارقة وناخد هذيك هكا ديال كيكة، هادو بجوج بجوجهم 3000 ريال، شكيل ديالهم غزال تبارك الله. كندور ونعاود ندور ونعاود نرجع، ما صحيتش بالمحل كبير وزويون. صافي هنا مشينا للدار، ارتاحينا شوية، ايوا اختي مجدة الفقيه ديال الجامع الفطور، خرجوا راجلها، ايوا حنايا غنقولتو دابا نفطرو، دارتنا مسكينة المخيمرات، دارتنا سلاطة هكا، سلاطة جات زويون بهالطريقة هكا. فنة شي نهار نشارك معاكم، كتجي طبقات هكا زوينة، دارت هاد البقولة. ايوا صافي هادشي اللي كاين، غادي نفطرو وغادي نصليو ان شاء الله، نفطرو ونصليو وغادي نمشيو ان شاء الله نرجعو للدار. صافي قلت لكم البنات غادي دابا راه كنتسناو هي اذن، وغادي نفطروا ونرتاحوا شويه ونصليو العشاء ان شاء الله، نصليو التراويح وغادي نرجعوا في حياتنا لدويرتنا. هنا البنات كنوريكم ان الجامع عندها قدام الباب، راه انا دابا واقفه في الباب ديالها وكنصور، معايا ساكنه في السفليه في تحت قدام هادو الدور ديال العسكر، حنا داخلين دابا للقشلة، البلاصة الدور فين ساكنة العساكرية، ودير ليهم هنايا الباب، وجات هي السكنة ديالها في السفلية، في تحت قاع قبال تم المسجد، افطرنا خرجنا للمسجد، إيوا صافي الصلاة فيه زوين ونظام، والوليدات اللي بغيت تخليهم كتخليهم على برا يلعبو في الأمان، مكانش اللي يوصلهم ولا يخيصهم. صافي هنا سالينا وشدينا الطريق راجعين في حالتنا، غادي يوصلني الوالد للدار وغادي هو يمشيو الوالد عاد يرجعوا لدارهم. هنايا هنا ديال الطريق ديال القنيطرة. صافي البنات غادي نمشي وغادي نشارك معكم شنو خديت ان شاء الله. كبري وايد يسم هادو 40 درهم الواحد، هم خلص منهم ثلاثة ثلاثة صافي. أعلى تخصي قلت لها جيني ستة ستة وحدينات، هكا يجي فيهم التمر، يجي فيهم الزيتون، يجي فيهم أي حاجة بغيت فيها. وخديت هاد الفواطات هادو لولدي، هادو اللي كيديرو على هاد الشكل هاكا بحال هاكا، هادو خديتهم ولدي كبير في الأيام العادية ماشي في رمضان، كيحتاج أنه يديهم المدرسة ليستية فين كيقرا، هادي هاكا مفروقة هنا، دير هنا وهنا وديري هنا وهنا، صافي أمامك كيسديهم كاملين. خديت هاد العيبة هادي ديال القهوة، عندي وحدة صغيرة خديت هاد كبيرة، هادي ب 35 درهم، لقيت هاد القلعة ب 8 دراهم، خديت الإسلام، هادي هاكا العصير، وهادي الحليمة، هادي الحليمة وهادي العصير. خديت هاد البنات الفاخرة تسير عليا مفتح با عندي، خديت الفاخر هادو ب10 دراهم وهادو ديال 5 دراهم. ايوا شنو باقي في الماء هادو ما خديتوش، هذا الماء الوز، هذا شي راجل صديق ديال زوجي جابو غير بقى مع الحوايج
في التو ملي لقيت نشارك معاك هذا جابوا ماء الورد اصلي قاعد كنديرو غير العوينات ديال الدين وليدات ولا ونوجهيو صافي هادشي اللي كاين في المعناس وخليت البنات هاد البونيات هادو هاد ما تيقولو ليهم ممكن تكسرو في الرأس تاعك هادشي يلا خلوليكم عمركم في هادا المكان هاديك نتخيطها هاكا شتيو كيف تيجي كديروهم بوحدهم ولا كديروهم مع الدرة زيت البيض والكحل والبلونكات وبنات زيت الزيتي والكولون باش يجوزهم ان شاء الله مع الفطين ديال العيد انا العيد راه من شعبان وكل مرة نشري حويجة ونصبيها المهم ملي تبقى العيد يومين نشارك معاكم كل شيء اللي غادي نلبس في العيد واللي شريت نشارك معاكم كاملين وان شاء الله غنشارك معاكم حتى النهار اللي غنبقاش فيه هادو خليتهم كاملين هاكا ما كيبغيش انا فيهم لا شبكه لا شي حاجه على الدوار وخديت المشاية هادي بخمسين درهم المشاية هاكا نتمشى بيها وخلاص خديت هاد البليغة بستين درهم هادي ان شاء الله نلبسها مع الفيطين عجبني هاد الشال في الموطاج وخديتو بخمسين درهم هاد الشال وهنا خديت تقيشرات خديت الزوج ديالي باش نلبسهم مع السباط زوجي ما كيلبسش البلغه ولادي اللي كيلبسوا البليغات هادو الزوج ديالي نلبسهم مع السباط وخديت الاسلام باش نلبس هادو مع البليغه وخديت الولد الكبير حتى هو هادو يلبسهم مع البلغه صافي وخديت لي انا تفاشرات حتى انا هاكو هادو غير ديال الدار هادو ديال الدار وهادو هاكا تديرو مع السفرديلة ولا مع لي بوت ولا شوفو لي البنات خديت هاد المعلقات العطرية عرفتي غزالين بغيت نديرهم في العطرية وخديت هاد البوشيطة هاكا تتحل هادي خديتها من عند واحد السيده كتجيب داكشي ديال الشئان هادي بخمسين درهم زوينه هاكا بالنسبه للسفر ولا دير فيها كلشي كلشي جمعي فيها بحال هاكا وكتسد وكد صافي كتسد وكتولي هاكا وخديت واحد السباط والساق ما يمكنش نمشي القناطة ما ندوش معايا سباط وساط وخديت سبابات شاركت معاكم نهاري من الصباح حتى الليل شاركت معاكم شنو شريت ما تنسونيش حتى نتوما من التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني تعاليق الغزالين بحالكم كيف جاتكم هاد النهار كيف جاكم هاد النهار مع الوالدين ديالي ومع المشتريات ديالي يلا البنات خليتكم على خير وشكرا على المشاهده ديالكم